احنا استعرضنا منه جزئين لو انا متذكر. شغالين على كيف كنا وكيف اصبحنا. احنا بدانا اول جزء فيه اللي هو بتاع الحمايه الاجتماعيه. أيوة. ملف الحمايه الاجتماعيه. صح. وعرضنا فيه بشكل تفصيلي احنا كنا ازاي في 2014 وبقينا ازاي في الوقت الحالي، خاصة ان كان في دايما اتهامات بتوجه للحكومة المصرية ان الحماية الاجتماعية مش من اولوياتها. تمام. احنا اثبتنا ده بالبيانات وبالارقام ان مصر من اعلى الدول. طبعا انا زي بقول لحضرتك بقارن بين 2014 لحد 22 الوقت الحالي بالضبط. كده من اكثر الدول اللي بتنفق على ملف الحمايه الاجتماعيه. بس انا خلينا اقول الاول لحضرتك، لو حضرتك شفنا انفوجراف رقم 4 اوكي، وده بيوضح احنا كنا فين وبقينا فين في ملف الشعائر. حلو. انفوجراف 4. هاتي عطيه انفوجراف 4 ارجوك. ايوه قدامي اهو، ده من 14 ل 22. ايوه احنا قارنا فيه القطاعات المستهدفه بالشائعات. صحيح. ولقينا ان قطاع الامن والطاقه والوقود كانوا اكثر القطاعات استهدافا بالشائعات. صح. تمام. الامن اهو 34.7%، ده الامن في 2014. صح. كانوا هم اكثر قطاعين مستهدفين بالشائعات، وده نتيجه لايه؟ نتيجه لعدم الاستقرار الامني اللي كان موجود في البلاد في الفتره دي. تمام. وكان كمان في الازمات المتلاحقه اللي في الفتره البنزين. دي من انقطاع الكهرباء وما شهدته محطات البنزين. صح. من ازمه طوابير للمواطنين 15.6% نقص الوقود على مستوى الجمهوريه. صح. صحيح. طيب حضرتك هتلاقي بقى في 2022 القطاعين دول تراجعوا كبير وملحوظ في نسبة استهدافهم بالشائعات. وده ليه؟ نتيجة جهود الأجهزة الأمنية بدعم الاستقرار الأمني بمختلف محافظات الجمهورية. احنا بقى في حالة استقرار. الشائعات المتعلقة بالأمن بقت 0.3. بالظبط كده. الشائعات المتعلقة بالطاقة والوقود بقت يا دوب 4%. لكن تم استبدالهم بقى. احنا في تحقيق طفره في قطاع الكهرباء والغاز الطبيعي، ده احنا كمان مش سدينا الاحتياج المحلي، ده احنا كمان حققنا فائض يسمح لنا بالتصدير للخارج. صحيح. وتم استبدال القطاعات دي شائعيا. دليل واضح على ايه اللي كان في 2014. صح. او قبل 2014 وايه اللي احنا فيه دلوقتي. هي الفكره بس يا استاذ يوسف ان احنا بننسى. هي دي المصيبه. نجيب محفوظ قالها كلمه، آفت حارتنا النسيان. أيوة. كلمة في الجون. احنا اثبتناها اهو حتى زي ما قلت لحضرتك بالاستهداف للشائعات. طيب احنا السلسلة بقى بتاعت كنا واصبحنا احنا مستمرين فيها، هتبقى في كافة القطاعات بتاعت الدولة. احنا شغالين على التحول الرقمي، احنا كنا فين وبقينا فين. احنا عرضنا فعلا، وحضرتك عرضته باستفاضة في ملف المواطنة اللي كان بعنوان حجر الزاوية في بناء دولة العدالة، اين كنا وكيف اصبحنا. وحضرتك وضحنا فيه الرؤية الدولية، ووضحنا التغير الإيجابي في الرؤية الدولية لملف المواطنة من أول الدستور والتطور اللي حصل فيه والمواد اللي تم استحداثها لحد القوانين بقى بتاعة تقنين الكنائس والإجراءات اللي بتتم على الأرض. حصل فيه الملف ده عرضناه في حوالي 10 انفوجرافات، وضحنا فيه الملف ده اللي تم فيه. طيب احنا هنشتغل على ايه؟ احنا شغالين على ملف الامن الغذائي، وبرضه بنقارن احنا كنا فين وبقينا فين. احنا عرضنا فعلا المؤسسات الدوليه في كل قطاعات الدوله، المؤشرات الدوليه وضعنا فيه ايه وبقينا ايه. احنا لسه مكملين في ملف كنا واصبحنا، احنا بنقارن وضعنا السابق واحنا رايحين على فين بقطاع قطاع، بنوضح فيه كمان بنستعرض انجازات الدوله بشكل قطاعي وجغرافي. احنا بنوري ان احنا ماشيين في كل القطاعات في وقت واحد، احنا مش شغالين في قطاع وسايبين بقى، احنا شغالين في كل المجالات، شغالين في كل القطاعات، شغالين بشكل جغرافي في كل محافظات جمهوريه مصر العربيه. طب انا نفسي يا دكتور، معرفش طبعا ده هيبقى يتم ازاي لانه اعتقد هيبقى مجهود تقيل جدا،
احنا كنا فين من 81 لحد مش 14 بقى، لا خليها لحد 14، من 81 لحد 14، وبعدين نشوف احنا وصلنا لايه في 22. يعني مثلا قطاع زي البنية الأساسية، قطاع زي الحماية الاجتماعية، قطاع زي التعليم، قطاع زي الصحة، قطاع زي حجم الاقتصاد المصري، قطاع زي متوسط دخل الفرد. في حاجات كده بتبقى منسية أصلها يا دكتور، ودعاة الرجعية مش عاتقنا بصراحة. هل من الوارد ان احنا نشتغل على حاجة زي كده؟ اه طبعا يا استاذ يوسف ياريت. نشتغل عليها، بس هي انا عايزه اقول لحضرتك ان في طفرة طبعا. بس احنا نشتغل عليها بارقام موثقة ودقيقة وبتحليل جيد ونعرضها على حضرتك. انما انا بقول لحضرتك في كل القطاعات حاصل في طفرة، احنا بس ركزنا على من 2014 عشان ركزنا لفترة قريبة. انما انا بقول لحضرتك بشكل عام لا، في طفرة في كل قطاعات الدولة، وما فيش مشكلة خالص نعملها مخصوص، نبدأ من الثمانينات من 81 لحد النهاردة ونعرض بشكل في كافة القطاعات احنا كنا فين وبقينا فين. يا ريت والله يا فندم. أشكرك دكتور نعيم كل الشكر على الجهد المبذول، واشكر لنا أرجوكي كل فريق العمل عندكم في المركز.